ما حكم وضع السترة أمام المصلي؟ هل هي واجبة أم ماذا؟ وما حكم طواف بعض الناس في الحرم المكي من أمامك وأنت تصلي السنة مثلا؟ وأيضا ما الحكم في الحرم المدني أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم طواف الناس من أمام من يصلي السنة أو أي صلاة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. وأيضا يوم الجمعة في المساجد غير المساجد الثلاثة؟ جزاكم الله خيرا. السترة للمصلي مستحبة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له، والسترة مستحبة وليست بواجب. وفي المسجد الحرام يتسامح بمرور الناس، كذلك في المسجد النبوي، كذلك في المساجد المزدحمة كالجوامع الكبار، فإذا كان في الأمر مشقة وكان الزحام شديدا فإنه يسمح بالمرور من أمام المصلي لما في ذلك من المشقة، والمشقة تجلب التيسير. والسترة كما أسلفنا ليست أمرا واجبا، وإنما هي مستحبة عند جماهير أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا.